قال مصدر عسكري روسي إن هنالك التزاما بوقف إطلاق النار في إدلب السورية، موضحا أن الوضع على الأرض يتسم بالهدوء. من جهة أخرى، أفاد مراسل العربي بأن قوات النظام استهدفت أكثر من 10 مناطق تخضع لسيطرة المعارضة بقذائف المدفعية وأيضا راجمات الصواريخ، مع غياب لقصف الطائرات الحربية. وأيضا قصفت قوات النظام مواقع في جبل الزاوية وبلدات البارة وكنصفرة جنوب إدلب وقرية آفس شرقي المحافظة. ذكرت مصادر في المعارضة المسلحة أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة جنوب محافظة إدلب. وأضافت المصادر أن 6 من عناصر قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، إلى جانب 9 من عناصر مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، قد قتلوا. وبحسب المصادر فإن الاشتباكات وقعت في منطقة جبل الزاوية، وذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار الذي أبرمته روسيا وتركيا. استغل هؤلاء المدنيون سريان وقف إطلاق النار ليتفقدوا أحوال بيوتهم وقريتهم التي تركوها مجبرين. خروق الهدنة بين حين وآخر لم يمنعهم من استغلال توقف القصف ليعودوا إلى قراهم لإخراج ما تبقى من ممتلكاتهم. ما في ثقة بوقف إطلاق النار نهائيا، وعارفاني نعرف أن المنطقة راحت بالاتفاقيات هاي، لأن الروس كذابين وما عندهم أي عهد ولا ميثاق لا هني ولا النظام. عم نجيب هلق رحنا نفقد هالضيعة هالغراض، أش مخلينا هالكفار هالجيش ما مخلي شيء، مهدم لنا البيوت، خير بالضيعة خراب. انتعاش خجول يشوبه التوجس تعيشه مدينة إدلب مركز المحافظة. مدنيون استغلوا وقف إطلاق النار ليخرجوا إلى شوارع المدينة بعد أن كانوا يقضون غالبية وقتهم طابعين في بيوتهم خوفا من القصف. هنا يأمل المدنيون من المجتمع الدولي أن يعلن المحافظة وريفها منطقة آمنة، تمهيدا لإعادة جميع من هجر منها إلى قراهم وبلداتهم. أخي بشكل عام بنود الاتفاق، يعني برأي الشعب هون عامة، ما خدم أي مصلحة للشعب أو أي مطلب للشعب. اكتظت الحدائق والشوارع بالأطفال، صورة تعبر عن صرخة في وجه الموت القابع على صدر المكان. يقول الأهالي هنا إن فرحتهم لن تغدو كاملة إلا بإيقاف آلة القتل المتمثلة بالنظام السوري وحلفائه على مناطقهم. يستغل المدنيون في إدلب أي فرصة ليعيشوا بشكل طبيعي. تسري الحياة في عروق المدينة عند أول بارقة قد تضع حدا لمأساتهم. ومع أن معظمهم لم يعد يثق بالاتفاقات والتفاهمات بين الضامنين، إلا أن رغبتهم في المضي قدما نحو حياة أفضل تحسم الأمر لصالح الأمل. إبراهيم طريسي، العربي، مدينة إدلب. في الأثناء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف هذه الهدنة هو تفعيل المسار السياسي المتضمن في القرار الأممي 2245. كما أكد أردوغان أن نقاط المراقبة التركية في إدلب ستحافظ أو ستحتفظ بمواقعها ولن يجرى عليها أي تغيير. ينضم إلي من إسطنبول عدنان جان مراسلنا هناك. عدنان، يعني يبدو أن التصريحات الأخيرة لأردوغان ربما أزالت بعض الغموض المحيط باتفاق الهدنة الذي وقع البارحة. ما هي أبرز النقاط التي جاءت في تصريحاته؟ بالفعل زاهر، الرئيس التركي خلال عودته من موسكو إلى مدينة إسطنبول أدلى ببعض التصريحات للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة، أبرزه هو توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بالاتفاق التركي الروسي. أردوغان قال بأن هذا الاتفاق سوف يحمي الحدود التركية من خطر أي هجمات، سواء من قبل قوات النظام السوري أو من قبل
من وصفهم بالجماعات الإرهابية، أيضا سوف يساهم بإعادة تفعيل مسار الحل السياسي للأزمة السورية وتهيئة الأرضية لعودة النازحين إلى بيوتهم وقراهم. أيضا فيما يتعلق بالنقطة التي قيل عنها الكثير وهي نقاط المراقبة التركية، أردوغان أكد اليوم بأنه لا جديد حول إعادة تموضع هذه النقاط. النقاط التركية في الشمال السوري سوف تبقى محافظة على مواقعها ولن يتم إعادة نشرها بناء على خارطة جديدة. أيضا نقطة أخرى أكد عليها أردوغان وهي أن الجيش التركي بناء على هذا الاتفاق أصبح بمقدوره الرد على أي هجوم أو خروقات من قبل قوات النظام السوري، على عكس الاتفاقيات السابقة التي لم تكن تضمن لتركيا حق الرد على هجمات النظام. الآن أصبح بحسب هذه المادة في الاتفاق التركي الروسي بإمكان الجيش التركي أن يرد على الفور على أي خروقات أو هجمات تستهدف نقاط المراقبة التركية. نعم. كان هناك أيضا حديث عن قضية اللاجئين السوريين. زاهر، قبل قليل كان هناك اتصال هاتفي بين أردوغان والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، أطلع أردوغان على برود هذا الاتفاق وقال بأنه يمهد الطريق للحل السياسي في سوريا. أيضا أكد لها بأن اليونان تقوم بعدم احترام حقوق الإنسان حين تغلق أبوابها أو تتعامل بشكل سيء مع اللاجئين السوريين. أردوغان اليوم على متن الطائرة أكد بأن هذه الحدود سوف تبقى مفتوحة والقضية بالنسبة لتركيا بات محسوما ولا تراجع عنه. شكرا جزيلا لك عدنان جان مراسلنا من اسطنبول. وفي سياق ذي صلة أيضا، قال وزراء الخارجية الأوروبيين أن استخدام أردوغان الرئيس التركي لورقة ضغط المهاجرين واللاجئين أمر غير مقبول. تصريحات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جاءت عقب لقاء جمعهم في زغرب العاصمة الكرواتية، وأكدوا خلاله على أن الوضع على الحدود اليونانية التركية بات مقلقا للغاية. النزوح المستمر خوفا من القصف والغارات الجوية يدفع عائلات بأكملها للعيش في صناديق خشبية تحملها هذه الشاحنات. على قارعة الطريق أوقفنا إحدى هذه الشاحنات لطلب الإذن في مرافقتهم إلى وجهتهم الجديدة. يعني ما لنا مركز نركز به، يعني نظل به ثابتين. خمس ست مرات تهجرنا، والله يساعد، وعدنا عائلات وأطفال. أقسم بالله شوف العائلات جوا، عندنا اولاد اطفال كلهم خوف، خافوا من الطلقات من الرصاص من كل شيء. يعني شيء ما يتوصف، اذا بدي اوصف لك اياه ما يتوصف. بعد ساعات من البحث استطاع ابو محمود ان يجد اقرباء له سبقوه منذ سنه تقريبا الى هذا المخيم العشوائي شمال حلب، وامله ان يجد مكانا يستريح عائلته فيه من رحله الالام الطويله. ستة أيام قضاها أبو محمود بحثا عن ملجأ آمن. ستة أيام كانت مريرة وصعبة جدا حتى الوصول إلى ريف حلب الشمالي قادما من ريف إدلب، بعد رحلة مريرة وطويلة. الوصول إلى هنا لا يعني انتهاء المعاناة، فحال من يعيشون في ما يشبه الخيام هذه لا يقل سوءا عن حال ساكني الصناديق. ألا حياك الله، الحمد لله على السلامة. استقبلناهم بس ولكن ما في مكان، شوف دحوين واقفة آليتهم مشان يباتون بيها. احنا عائلاتنا كل ثلاث عائلات او عائلتين بالخيمة، والخيمات النوب تعبانة، احنا بعازة خيام وهم جونا بعازة خيام وعازة كل شيء، غذائية، لباس، بطانيات، فرشات، كله بعازته. رغم اتفاقيات وقف اطلاق النار المعلنة الا ان الثقة بها لدى السوريين باتت شبه معدومة كما يقولون، ولذلك ما أن يهدأ القتال حتى يبحثوا عن مناطق جديدة آمنة ولو نسبيا. قحط مصطفى، العربي، جمال حلب. بهذا نصل إلى نهاية نافذتنا من اسطنبول لمناقشة التطورات والأحداث الجارية على الحدود السورية.